لو في الظروف طيب الطبيعيه. هخلي حضرتك تعمل حوار بعد قليل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. خلينا في نفس التوقيت ده اللي بنسمع حضرتك فيه يا استاذ ابراهيم نعرف انطباعات مدير الكره والجهاز الفني للنادي الاهلي بعد هذه المباراه فنيا. تقييم الجهاز الفني ومدير الكره في النادي الاهلي رغم الظروف الخاصه بالامطار الغزيره وظروف الطقس وارضيه المباراه، كل الظروف الصعبه اللي كانت محيطه بهذه المباراه في الامس. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، مساء الخير واهلا بيك معانا يا كابتن سيد. عامل ازي حضرتك؟ اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كابتن سيد، كنا لسه بنسمع راي استاذ ابراهيم حجازي دلوقتي قبل ما نبدا مشاركتك معنا في هذا الحوار، وكان استاذ ابراهيم بيقول ان التقييم الموضوعي فنيا للمباراه صعب جدا في الظروف اللي زي دي. رايك ايه يا كابتن سيد وراي الجهاز الفني، والى اي مدى تقدر تقول لنا انطباعاتك سريعا عن ابرز العلامات الفنيه في المباراه دي؟ لا يعني الموضوع الفني طبعا هيبقى صعب جدا، يعني زي ما استاذ ابراهيم قال يعني الدنيا بتبقى صعبه في الاجواء اللي زي كده والصعوبات اللي زي دي، ده بالتالي بتاثر على ارضيه الملعب بشكل كبير قوي، وبالتالي كمان بتاثر على فكر اللعيبه او امكانياتهم وقدراتهم، يعني الحاجه ما بتكملش تيجي في اولها او في اخرها، وممكن تيجي سلبيه كمان زي ما شفنا مثلا واحده اللي عمرو السلاح في الشوط الاول يعني ما فيش حد خالص حواليه واتزحلق وكانت ممكن تبقى خطيره جدا علينا، والثانيه اللي في الشوط الثاني بتاعت اجاي برضه ما حدش معاه خالص بالتحلق، كانت واحده من الفرص اللي ممكن تبقى خطيره عليه. لكن يعني مجمل اللقاء بالتاكيد يعني ما كانش في صالحنا الاجواء ديت، لان انت نازل يمكن من بدايه اللقاء عايز تعمل حاجه استحواذ، عايز تعمل سيطره، عايز تعمل حاجات منظمه، الدنيا مش بتساعدك كجو مطره وبالتالي بأثر على 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 الملعب، لكن الحمد لله رب العالمين الموضوع الحمد لله انا محدش اتعود. طيب كابتن سيد، كان لسه كمان استاذنا الاستاذ ابراهيم حجازي بيقول قبل ما تبدا تشارك معانا في الحوار انه المبادره الهجوميه وكلنا تابعنا ده كانت للنادي الاهلي، وان الزمالك كان متحفظ وكان اقرب الى الحرص الدفاعي طول فتره الشوط الاول. هل مع رغبه الاهلي في الفوز ومبادرته بالهجوم، وهي دايما سمه الاهلي في لقاءاته امام الزمالك في لقاءات القمه، لكن كان في تعليمات او توجيهات من الجهاز الفني بشان طريقه تحرك اللاعبين؟ اكيد كنتوا خايفين جدا على القوى الضاربه للفريق وعلى نجوم الفريق من اي اصابه من تحرك بطريقه خاطئه في الظروف المناخيه دي. بص خلينا برضو نكون واقعيين، انت ما بتقولش اللعيبه من قبل ما تبدا، يعني انت بتقول لهم طبعا عايزين نعمل حاجه كويسه وبتاع، لكن وانت قاعد بره شايف الاجواء ماشيه ازاي وشايف الاجواء عامله ازاي، فبالتالي بتبقى خايف جدا جدا. لكن اثرت علينا سلبيا؟ اه طبعا اثرت علينا سلبيا، ودايما الاجواء اللي بره الكوره بتاثر على الفريق الافضل، ويمكن على مدار مثلا على مدار ال 90 دقيقه ولا حاجه كنت انت اللي بتحضر باستثناء بعض فترات الشوط الثاني، يعني كان فيها ما كانش زي الشوط الاول باجمله، اعتقد ان الشوط الاول كانت الاجواء لسه شويه، ارضيه الملعب كانت لسه برضه ما تاثرتش قوي، لان المطره زادت جدا جدا، مش عارف دي كانت باينه في التلفزيون ولا لا. اه طبعا طبعا كانت باينه قوي مع بدايه الشوط الاول لحد نهايه الماتش، يمكن قبل الماتش بساعتين كانت المطره وقفت، وكان في شغل جامد قوي، الناس اللي مسؤوله على الملعب عملت شغل كويس قوي، خلت ارضيه الملعب الى قبل لقاء يعني مقبوله سنه مع الاثار النادره اللي كانت قبل الاثار دي، لكن مع صعوبه الجو اللي كان اثناء الماتش اعتقد الضم كان صعب جدا. اتفضل يا استاذ ابراهيم. بقول يا كابتن سيد، الاول الامور طمني، اللاعبين كلهم كويسين ولا في حصل مشاكل الله لا قدر؟ لا الحمد لله يعني الى حد مقبول، يمكن بس ايمن اشرف عنده قدمه كده في الظهر تمام، لكن غير كده الحمد لله الامور كويسه. طيب الحاجه الثانيه، انتوا خدتوا قرار انك تقعدوا في اسكندريه عشان ماتش الاتحاد، ده صحيح ولا؟ اه احنا موجودين في اسكندريه عشان الماتش بعد بكره، طبعا هو اتنقل على الاتحاد، اتنقل على الماكس مش كده؟ لا لحد دلوقتي ما كانش فيش حاجه رسمي، هو ملعب الاتحاد يعني ملعب الاتحاد وحر في اختيار ملعبه، لكن يعني منتظرين ايا كان الوضع بقى، انت في ساعات بتتعامل مع الواقع لا ده انا بتكلم عشان الملعب، الفكره كلها ايه؟ لان الملعب الماكس هو الوحيد اللي فيه ميول واللي فيه تصريف امطار، عشان لو في مطر تاني هتنزل، انا ما اعرفش الارصاد بتقول ايه، ما نخشش تاني في الحكايه دي كده يعني، ده الفكره كلها بالظبط كده. اه ده لسه ما قرروش يعني؟ لا لسه. طب هو الماتش الثلاث مش كده؟ ثلاث بعد بكره. بعد بكره. وبعدين انتوا مسافرين امتى بقى؟ احنا مسافرين الاربع باذن الله. اه يعني هنسافر الاربع. طيب طياره خاصه مش كده؟ طياره. هتاخد قد ايه الرحله دي يا كابتن؟ حوالي 9 ساعات. 9 ساعات؟ 9 ساعات. طيب رياضيا بقى 9 ساعات قاعده في طياره، بتنزل تفكها في قد ايه تحت بقى؟ تعملوا ايه؟
والله بص، يمكن احنا اخترنا التوقيت ده تحديدا يعني الساعه 2 الظهر، على اساس ان انت هتبقى رايح هناك، هتوصل على الساعه 10 11 بالليل، هتروح على الاوتيل على طول، هيبقى فيه عشاء متحضر، وبعد كده هننام شويه، ناخد يوم 4 من بدايه السفريه. يمكن لو ميعاد في ضغطه المباريات اللي احنا فيها في الموسم ده، كان الوضع والترتيب بيبقى مختلف شويه. كنت بتروح بدري شويه، يعني قبل المباراه باربع خمس ايام، تاخد يوم السفر ده فك عضلات او فك تعب السفر ده، لكن انت ما عندكش اي وقت حتى للراحه في الوقت الحالي يعني. فانت بتقابل الواقع وبتتعامل معاه، رغم ان هو صعب جدا، صعب جدا جدا مع قوه المنافس اللي بيقابلك من داون او حتى في مشوار الدوري، لكن انت في النهايه بتتعامل مع واقع، بتتعامل مع منتج زي ايا كان بقى. لا انا اقصد اقول كويس انك انت واخدين طياره خاصه مش كده؟ طبعا هو طبعا طياره خاصه، هي الفكره ليه برضه عشان الساده المشاهدين، اللي اقول لك يعني هو الدلع ده والبتاع دي، ما طياره وطياره، لان اللي يقعد مدلدل رجليه 6-9 ساعات ورجليه تحت هينزل رجله ورم قد كده، فلازم ما انت لازم مفيش اوبشن ده في الحته الثانيه يعني. يعني مصر للطيران عندها طياره بتطلع يوم 2 اللي هو يوم الماتش بس الساعة 10. لا بعيدا عن ده يا كابتن، حتى لو انا عندي اوبشن اسافر بطياره عادي، انما انا ما بقى انا مزنوق مسافر كله، وهلعب ماتش بعد يومين او ثلاثه، وطالع من ماتش لعب قبلها بيومين ماتش، وبعدين ده انتوا على ما تنشفوا اللعيبه دي قدامكم يومين ثاني على ما تنشفوهم من الميه اللي خدوها في الماتش. فانا النهارده القعده 9 ساعات وانت رجليك قاعد كده، رجليك هتورم. ده بيبان الناس اللي بتبقى جايه من امريكا والناس اللي بتروح رحلات طويله. فانا في طياره خاصه بتبقى ليه طياره خاصه، لان اللاعب لازم يبقى قاعد، واي انسان يسافر 9 ساعات لازم رجليه تبقى في مستوى جسمه يمدها كده، عشان فالطياره الخاصه هتسمح لكم بده، مش كده ولا ايه؟ مظبوط، لان انت بتبقى عدد مسموح براحتك يعني، ما بتبقاش في كرسي واحد. مسموح. انا عايز بس اقول حاجه، انا اتفضل. انتقادات شديده جدا جدا على الملعب، لكن انا عايز اقول ان الملعب يمكن الاجواء هي اللي اثرت بشكل كبير يعني. الناس بتسيب لها كميه المباريات اللي اتلعبت على الملعب ده السنه دي والسنين اللي فاتت، لكن حتى قبل اللقاء بيوم، يمكن احنا شفنا الملعب قبل اللقاء بيوم كان ممتاز جدا جدا. صعوبه المناخ بقى اللي كان موجود والضغط والامطار اثرت. يا كابتن سيد، الملاعب النجيله في كل العالم المسموح باللعب عليها 8 ساعات في الاسبوع، يعني هي مباراتين، خدت بالك؟ يعني مباراتين وتدريب ونص في الاسبوع. اي ده نمره واحد. نمره اتنين، لازم الملاعب ديت بيتعمل لها نوع من التدفئه عشان خاطر النيله بتاعتها، يبقى في تدفئه تحتيه ليها، بتعمل لها شبكه تدفئه من تحت. نمره ثلاثه، لازم الملاعب ديت بتتغطى عشان احافظ على النيله في الايام البرد دي، بغطيها من الساعه 12 بالليل لغايه الفجر، بغطي النيله ديت. تمام، ده اللي لازم تعمل. نمره ما اعرفش كام بقى، الملعب ده اصلا وانا بعمله بمواصفات معينه، وبيتعمل شبكه صرف ده بيتعمل في لا بيتعمل كمان ليزر عشان العالي والواطي، ده معمول على بالمسطره. فاحنا نبقى صارفين السد حاجه بنفخر بيها، السد برج العرب ده حاجه مفخره معماريه، ابقى صارف 500-600 مليون جنيه، وجد الملعب ده انت عارف بيتكلف كام اللي انا حكيت ده اللي بقول لك عليه بشبكه ومش عارف ايه الكلام ده، مش هيعمل له 2 مليون جنيه. فانما هي المشكله الحقيقيه بتاعتنا كابتن سيد ايه، والاستادات مظلومه فيها، انك بتلعب على الملعب ده 3-4 ماتشات في الاسبوع. يعني النادي الاهلي ان شاء الله لما هيبقى عنده الاستاد بتاعه، انت فاكر انك هتروح لازم هتتمرن على ملعب فرعي، الملعب اللي هتلعب عليه الماتشات هو تمرينه واحده بس، انما الملعب مريحه، لان النجيله دي كائن حي محتاج تغذيه ومحتاج رعايه ومحتاج والحمد لله ان لعيبتنا ما بيقلدوش لعيبه بره، ولما يجيب لون الزحله، لان لو الزحله مش هيلاقي ركبه يعني، الحمد لله وبحذرهم من الحكايه دي على اي حاجه. عموما يا كابتن سيد، احنا سعداء بمشاركتك معانا، وعايزين منك تصريح اخير سبق للبرنامج او للحلقه لجماهير النادي الاهلي ومشاهدي القناه، ايه اللي ممكن تقوله؟ طبعا الوعود في كره القدم امر مستحيل، وكره القدم فيها كل حاجه ممكنه، لكن مع حاله الانسجام اللي بنشوفها اكتر، والرضا الجماهيري والاعلامي فنيا عن الفريق بقياده الجهاز الفني الحالي، وحضرتك واحد من العناصر والكوادر المميزه فيه بقياده لاسارتي المدير الفني القادم من اوروجواي، الشكل اللي وصلتوا له الى اي مدى هو مرضي فنيا، والى اي مدى ممكن العناصر الموجوده والصفقات الجديده وقوه الفريق مكتمله تحقق اهداف مجلس الاداره واعضاء النادي وجماهير النادي داخل وخارج مصر في البطوله الافريقيه وفي مسابقه الدوري هذا الموسم؟ بص، لا يعني كل اللي اقدر اقوله طبعا ان احنا عندنا في شهر ابريل شهر حاسم، بطوله
البطوله المحليه والبطوله الافريقيه كمان. يمكن في البطوله المحليه في عده مباريات قويه جدا جدا جدا. بالتالي يمكن احنا عارفين كويس قوي احنا ماشيين ازاي او عايزين ايه من اللي جاي. خطواتنا بتبقى محسوبه، حساباتنا بتبقى محسوبه. طبعا عنصر التوفيق مهم جدا، توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني. لكن في الاخر انت بتشتغل وبتجتهد يعني. يمكن امبارح كنا نتمنى ان الظروف كانت تبقى احسن من كده، الاجواء تبقى احسن من كده. كنا نتمنى ان احنا نكسب طبعا بالتاكيد. احنا يمكن خلينا المباراه باستعدادات كويسه جدا، لكن الظروف كانت خارجه عن ارادتنا. وانا بقول يعني معلش لجمهور النادي الاهلي، ومبروك بالتاكيد لنقطه النادي الزمالك، لكن بالنسبه لنا احنا كان من المكسب. انا عايز اقول لك بس حاجه رقميه، يمكن حد بلغه الارقام لما بتتكرر مش صدفه ابدا يعني، او اي انسان عاقل كده يعني لما يتكرر معاك ارقام معينه وتلاقيها قدامك على طول، ده مش صدفه ابدا يا جماعه، ده مجهود. يمكن امبارح على مدار مثلا 90 دقيقه ولا حاجه، انا كنت عايز ناخد اقصى حاجه اللي هي المكسب في ظل الظروف ديت. عايز اقول لك ان من ابريل 2004 لحد دلوقتي احنا ما خسرناش خالص في الديربي في الدور الاول، بقى لنا 15 سنه في الدور، في الديربي في الدور الاول ما خسرناش ابدا. فاحنا يعني أناش احسن نتيجه اللي هي الفوز، لكن يعني تقصد يا كابتن سيد ان الارقام دي لما بتستمر وبتبقى بشكل متواصل، احصائيات ثابته بيؤكدها تاريخ لقاءات الفريقين، بتقول ان الاهلي بيقدم ولا ينزل عن حد ادنى من الاداء في لقاءات القمه. مالك بس الدوري، الدوري انت معاك واحد اساتذه تاريخ الدوري يعني ابراهيم حجازي. طبعا الدوري من يوم ما انشئ سنه 48 لحد دلوقتي انت بتتكلم في كام سنه يعني؟ بتتكلم في حوالي كام؟ 70 سنه مثلا دلوقتي او تقريبا 70 سنه. تقريبا منهم 10 مواسم تم فيها ما بين الالغاء او عدم الاكتمال المطلوب، سنه من 67 ل 73، وكم موسم كده 2011 2012 و89 90، يعني انت بتتكلم في حوالي 10 مواسم. يعني بتتكلم في 60 موسم او 61 موسم ولا حاجه اللي بتلعب في الدوري، منهم 15 من 2004 لحد دلوقتي احنا ما خسرناش الدور الاول ابدا من نادي الزمالك. فاحنا ما حققناش احسن نتيجه اللي هي الفوز، تمام؟ والزمالك حقق اقصى نتيجه بالنسبه له، يعني كان يتعادل امبارح في النهايه. يعني مش عايز اتكلم في الامور كتير لان اللي فات شايف خلاص. عندنا 11 مباراه ما بيننا وما بينهم، تمام؟ وعندنا فرق ثلاث جايه. يعني انت في فرق قويه هتقابلها، سواء كان المصري او الاسماعيلي او بيراميدز، وهو نفس الكلام يعني. اكيد. والجدول المضغوط كمان والارتباطات الافريقيه للفريق كمان. كابتن سيد انا لا اقدر اقوله ان النهارده في هذا الكلام، عشان مع احترامي للارقام وكل حاجه، والسؤال بتاع محمد بيتكلم على ان احنا ايه اللي جاي وهتعملوا ايه في بطوله الدوري. الاهلي يستطيع ان يكون بطل الدوري اذا فاز في جميع مبارياته القادمه. خلصنا قولا واحدا، عايز تكسب البطوله تكسب ماتشاتك، تقدر تعمل ده، عملتها قبل كده. ده السؤال النهارده ده، مع كل الاحترام لكل منافس يعني، لما الحقيقه عايز تكسب البطوله هتكسب كل المباريات. الماتش بتاع امبارح بصرف النظر بقى كان مين اللي سيطر اكتر بتاع، هنالك فرص مؤكده للفرقتين، كانت مؤكده للفرقتين، للاهلي والزمالك. يعني في كورتين، الكره بتاعت ناصر فهمي، ناصر ماهر، ناصر ماهر، كره وليد ازارو، ووليد ازارو، وفي الناحيه الثانيه برضو انت كره لحميد احداد، وكره لبطيب، وبطيب كان في فرص، كان في فرص، فكان فرص متكافئه ما بلناش ده. انما انا عايز اقوله والجماهير الاهلي لازم تبقى عارفاه، ولو ما حصلش ده اصل الدنيا ما تهدتش. انت فاهم ان انا عايز اقوله؟ في ال 70 سنه الدنيا ما تهدتش يعني، في سنين الاهلي خد البطوله كتير، انما في سنين ما خدهاش. ما وقفش الاهلي ولا وقع الاهلي ولا حاجه. فما فيش فريق بيقع ولا بينتهي مجده ولا تاريخه على مباراه بيخسرها، على موسم واحد او مباراه ولا على حاجه. لكن الكابتن سيد بياكد ان الطموح موجود، وان الفريق ان شاء الله حضرتك بتؤكد ان الفريق قادر. لا هو لو يعني انا اتفضل، اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيها شغل كتير قوي، تمام؟ ده اللي انت تقدر تتحاسب عليه، ان احنا نشتغل تمام. اكيد شهر ابريل ده عندنا محل، ربنا يعينكم على ابريل، لان شهر ابريل على فكره مش على الاهلي بس، ده في اوروبا كمان، ده اصعب شهر ليه في العالم كله، ده في ماتشات في اوروبا غريبه جدا. ده شهر ابريل ده لاول مره يبقى في الكوره يبقى بالشكل ده، وهو شهر ابريل الحاسم فعلا بالنسبه لهنا للاهلي، لانه فعلا عنده ماتشات قويه جدا. ان شاء الله يكونوا موفقين، وربنا يقويكم يا كابتن سيد. حضرتك مواليد شهر كام؟ ابريل يا اخويا، ابريل 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 يعني. ان شاء الله تكونوا موفقين يا كابتن سيد. اولا سعداء جدا بمشاركتك معنا في الحوار، وكل الامنيات للجهاز الفني ونجومنا ولاعبينا بانهم يقدموا افضل ما لديهم، وان الجهد المبذول ده يترجم لنتائج جيده وايجابيه تحسم البطولتين ان شاء الله، الدوري العام المصري او الدوري الممتاز المصري، وبطوله دوري الابطال الافريقي في كره القدم. بشكرك جدا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي على المشاركه معنا في هذا الحوار.